وعن ابن شهاب هو محمد المسلم الشهاب الزهري رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كان يبلغني الحديث عن الرجل نعم كان يبلغني الحديث عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلو أشاء أن أرسل إليه حتى يجيء حتى يجيء فيحدثني فعلت. أيوة، لماذا يأتيه؟ لمكانه ومقامه من رسول ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل أن العلم يؤتى ولا يأتي، لكنهم يفعلون ذلك برا بآل بيت النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. ولكني كنت أذهب إليه فأقيل على بابي كما كان يفعل مع أبي بن كعب، ينام على باب أبي بن كعب منتنان، ما شاء الله، المجالس والمساجد مكيفات ومفطحات ومشقشقات ومنقنقات ومشروب بارد وساخن لونه أحمر ولونه أصفر، يقول هيت لك وما حد يجي، وهذا يروح ينام حتى تسفه الريح، يعني لحد ما التراب يملي فوقه، ما طرق لب على الشيخ وقال اطلع لي أنا أبغى حديث، أنت وينك أنت، حتى يخرج إليه الصحابي رضي الله عنه أرضاه فيجد هكذا، فيقبل ابن عباس يدا أبي رضي الله عن الصحابة أجمعين، ويقبل أبي يدا ابن عباس ويمسك بخطام ناقته حتى يوصله إلى المسجد. شوف الأدب، يعني نحن والله احنا نحتاج إلى الأدب كثيرا مع المشايخ ومع طلبة العلم حقيقة، كما يقول ابن المبارك طلبت العلم 30 وطلبت الأدب 20 وأنا إلى الأدب أحوج منه إلى العلم. هذا مين يقول الكلام هذا؟ عبد الله ابن المبارك. نعم. قال فأقيل على بابه حتى يخرج إلي فيحدثني. يا سلام. نعم. ولذلك هذا الحديث هو صحيح من طرق أخرى، لكن هذا الطريق فيها ابن لهيعة المصري القاضي رحمه الله، وقد اختلط. لماذا؟ احترقت مكتبته فجن، سبحان الله، جن لأن المكتبة ضاعت وانتهت. أرأيتم السلف كانت حياتهم معلقة بيش بالكتب بالعلم، هذا الذي جننه رحمة الله عليه، لأن المكتبة قد احترقت، ها هو رأس ماله هو المكتبة، والواحد منهم كان يتزوج بالمرأة لما تموت عن عالم، تزوج أحد السلف بامرأة، لماذا؟ لأن زوجها كان عنده مكتبة، تزوج عشان المكتبة، تزوج لأجل هذه المكتبة.